صباح الخير، بنصبح على حضراتكم وبنصبح على كل مشاهدي قناه ناين لايف في كل مكان. النهارده الثلاث 27 مارس 2012. النهارده الحقيقه هيكون عندنا فقرات كتيره جدا، هنكلمكم بالتفصيل عن كل المواضيع اللي بتخص الشارع المصري واللي يمكن كلنا قلقانين بخصوصها. ولكن قبل ما نبتدي نصبح على عايده. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا اشرف، اخباركم ايه؟ صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير على كل مشاهدي ان تي ان، مشاهدي ناين لايف. زي ما رانيا قالت هنتكلم عن حاجات كتيره، عن كل الحاجات اللي بتشغل الناس. بس خلوني كمان اقف ان انا النهارده جايه الصبح عماله بسمع الراديو، عماله بسمع عن الاسامي اللي انسحبت من لجنه الدستور، لجنه صياغه الدستور. انا كنت مبسوطه جدا لانه كان عندي احباط بقالي يومين. هي كده خلاص؟ ودايما كنا بنقعد الناس تسال بعض في الشوارع وعلى التليفون، وكده بخ خلاص خلصت الدنيا ولا ايه اللي حصل؟ فتكتشف انه لا، في برضو لسه في ناس عندنا رهان عليهم ان هم دول اللي هيساعدوا البلد انه ينتقل لمرحله ديمقراطيه حقيقيه. فيعني دي من الاخبار الايجابيه. صباح الفل. صباح الخير رانيا. صباح الخير عايد. صباح الخير مشاهدي ناين لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل. وان شاء الله زي ما قالت عايده ان احنا يبقى عندنا امل انه فعلا يبقى موضوع اللجنه المية دي يبقى فيه تراجع عنها. ولكن الى الان اعتقد انه الامور ماشيه في نفس الاتجاه. نتمنى انه يعني الاخوه الحريه والعداله والاخوان المسلمين عندهم خبره وحكمه كبيره في السياسه، بقالهم خبره كبيره في مجال السياسه، بقالهم سنين، فعارفين ان المفروض ان الامور تتاخد بشكل اعتقد غير كده. هيحصل ايه هنعرف طبعا اليومين اللي جايين، انما من الواضح ان في الايام اللي جايه هيبقى في صدام ما بين المجلس العسكري وما بين هو ابتدى اعتقد الصدام يا اشرف، هو ابتدى بالفعل الصدام. وافتكر ان احنا هنتكلم بالتفصيل خلال حلقتنا في كل المواضيع اللي تخصكم. بخصوص فقراتنا في البدايه طبعا هيكون معانا فقره الصحافه، هيكون معانا الاستاذ اسامه عبد العزيز وهو مدير تحرير جريده الاهرام علشان نقدر نتابع كل الاخبار واهم العناوين اللي موجوده النهارده في كل الصحف. النهارده كمان هنتكلم عن الخلع، بما ان مؤخرا عمالين نسمع عن الناس اللي عماله بتقول عايزين نلغي الخلع، عايزين نلغي القوانين الخاصه بالمراه، دي قوانين سوزان مبارك. كل الكلام اللي احنا عمالين بنسمعه ده ان انا فقره خاصه جدا عن الخلع وقوانينه وتاريخه واصله وفصله ايه، هتبقى عندنا النهارده في نهارك سعيد. فقره الخلع هيكون فيها الاستاذه ميرفت ابو تج، المحاميه بالنقد ورئيسة جمعية أمي. معلش الكتابة ضعيفة شوية. وعندنا فقرة بقى ما تهرجش. أي أفندم؟ العتب على النظر. العتب على النظر برضه، الواحد كبر برضه. صح، عندك حق. عندنا فكرة، فقرة خاصة عن حبيبتنا جارتنا وأهلنا دولة فلسطين والمشاكل اللي بتحصل ما بين حماس وفتح. إحنا ما صدقنا إن إحنا بعد ثورة 25 يناير بقى في مصالحة ما بينهم. للأسف الشديد ابتدى يبقى في خلاف ما بينهم من جديد. هيكون مشرفنا ومنورنا في الاستوديو سيادة السفير الأستاذ سعيد كمال، السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة. الأستاذ مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب هيكون ضيفنا النهارده كمان في نهارك سعيد علشان نتكلم معاه عن معركة الدستور واللي حاصل في الدستور ما بين الأحزاب المسيطرة وما بين المجلس العسكري وما بين الشعب المصري، إنه في الآخر الشعب المصري عايز إيه، هو ده اللي المفروض نشوفه ونبص عليه. وختاما في آخر حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرة خاصة جدا عن مؤتمر الإعلام المرئي والمسموع أو المسموع والمرئي، وهيكون معانا دكتور نجلاء العمري المدير الإقليمي لمشروعات البي بي سي، نفهم أكتر عن تفاصيل المشروع اللي هيبقى بكرة وبعده. خلينا نبتدي على طول بفقرة الصحافة بعد الفاصل.